سميتي عادل الجابري، موهبتي انني موسيقي، قريت الموسيقى في ايطاليا، بديت الموسيقى في ايطاليا في 1996 ومشيت كملت الدراسه ديال الموسيقى في فرنسا واحترفت هذه الخدمه هذه في هولندا في عام 2011. قررت واحد الوقيته باش نحترف هذه المهنه ديال الفرجه ديال الموسيقى الشارع، فمشيت قريت على الالات كاملين وحاولت ندير شي حاجه اللي يعني غادا تكون زوينه للناس، يعني واحد تيعزف الالات كاملين بوحدو. فمشيت واخترعت هذه الاله اللي يعني واحد الاله بسيطه، المهم هو انك شنو كتسمع من هذا الشيء ملي كتكون كتموس. اول اله تعلمت لها كانت الهارمونيك ملي كانت عندي 3 سنين، تعلمت البيانو وانا عندي 7 سنين، تعلمت الجيتار وانا عندي 16 عام، تبحرت في الميدان الموسيقي، فمشيت تعلمت الترومبيت، تعلمت الكلارينيت، تعلمت الساكسوفون، الفلوت، الناي، الفلوت ترافير، الباسون، يعني جميع الالات الوتريه النفخيه اللي كاينه كلهم عزفت عليهم، غير باش نعرف الالات كيفاش كيتعزفوا، باش نعرف التوزيع الموسيقي كيفاش كيكون. فهنا في ساعه جامعه الفنا كندير موسيقى يعني مدروسه بالدراسه ديالها، كنطبق فيها القواعد الموسيقيه كامله، كندير موسيقى اللي الواحد تيقول شي شوف تتفرج يقول واو كاينه شي حاجه. شاركت في ستوديو دوزام 5 المرات على التوالي، طلعت لهم في راسهم، وشاركت في عرفت جود تالنت، تلاقيت مع الناس ديال عرفت جود تالنت اللي وجوني في هذا الميدان وراوني كيفاش نتعامل مع الناس، كيفاش نتعامل مع الميكرو، كيفاش يعني كاين دي بيتي شوز اللي ما تيكونش عارفهم الموسيقي تيكونوا تكنيك. فتعلمنا لذاك الشيء بواسطه البرامج، بواسطه التكنيسيان اللي خدموا معنا الحمد لله، وان شاء الله الا كاين شي برامج اخرين غنشاركوا فيهم باش ان شاء الله رفعوا الرايه المغرب عاليا ان شاء الله. السماء غادي نقول لك الارباح تيمشيو على حساب الكسره ديال الناس في الساحه ديال جامعه الفنا، على حساب الوقت شحال كتخدم، كل واحد يقدر يعطيك درهم، واحد يقدر يعطيك 100 ريال، واحد يقدر يعطيك درهم، واحد يقدر ما يعطيك والو ما عندوش، المهم انت كدير كل شيء وكتخدم على حساب الساعه شحال كيوقف عندك من واحد. تقدر تصور 50 درهم، تقدر تجيب 200 درهم، تقدر تجيب 6000 ريال، تقدر تجيب 20000 ريال، لا يقدر يوقف عندك واحد بعض المرات يعطيك 20000 ريال، يقدر واحد النهار تخدم نهار كامل تصور فيه 70 درهم، يعني ما كيهمكش انت شحال غادي تصور، المهم انا الحضور ديالك والنشاط اللي كتنشط الناس، الفرحه اللي كتدخل عليهم ملي كنشوف الابتسامه في الناس، هذاك هو المهم عندي. كنتجاوز 900 اغنيه اللي كنقدر نغني، ما قدرش غادي نغنيهم كاملين في نهار واحد، كاينين واحد شويه ديال الاغاني اللي هما عزاز بزاف على الناس، تنبقى نغنيهم مع واحد 10 ولا 12 اغنيه، فملي كيطلب لي شي واحد شي اغنيه من دوك 900 نقدر نديرها ليه. كنغني الشعبي، الشرقي، الخارجي، الغربي، الراي، الراب، الريغي، الجاز، البلوز، جميع الالوان الموسيقيه، جميع الموسيقات العالميه كتغنى هنايا، بها المغربيه، بها الجزائريه، بها التونسيه، بها ايطاليا، اسبانيه، انجليزيه، فرنسيه، يعني خاصني نلبي الرغبات ديال اكبر عدد ممكن ديال الجمهور. حنا بغينا غير الثقار ما كاينش في هذه الساحه، يعني كاينين واخا كاينين الناس كيعاونونا كيساندونا بفلوس، كيساندونا بميساجات، كيساندونا بلي لايك، كيساندونا بمحبه ديالهم اللي عاطينا في هذه الساحه، ولكن كاينين ناس اخرين اللي ما باغينش، يعني كاينين اعداء النجاح في المغرب بزاف، وخصوصا في الساحه ديال جامعه الفنان اللي تيحاربوا اي حاجه جديده، كيحاربوا باش هذه الساحه ما توصلش لشي حاجه كبيره مزيان لهم، يبقى تخلويض، يبقى داك الشيء بنادم ما عارف والو. فاحنا تنحاولوا ديما نحاربوا هذا الشيء، الفساد يعني والتحرش المهني اللي كنتعرضوا ليه يوميا في الساحه ديال جامعه الفنان، وشحال ديال الفلوس كنخسروا يعني راه باص، بنادم واحد يقول باص لهاد الحلايقيه شحال ديال المعاناه كيعانيوا. المطالب ديالي ما عنديش مطالب بزاف من السلطات، السلطات متعاونين معنا الاقصى حد، وانما كاينين كما قلت في الاول كاينين ناس اخرين اللي كيمشيو يحرضوا علينا السلطات باش كيجيو السلطات يديروا لنا العصافه الرويضه. فانا كنتمنى غير من دوك الناس نقول لهم بحال عمي بحال الوالد الله يحفظك خلينا نديروا الموسيقى لهاد الناس، راه الموسيقى راه شي حاجه زوينه،
السحايلة عمرات فراه مزيانة لينا ومزيانة ليكم، مزيانة لهذا الشعب، مزيانة للمغرب، مزيانة للاقتصاد، مزيانة للسياحة، مزيانة لكل شيء. فجاو عندنا ناس اللي داروا لنا دابا التزام، حيدنا لاباطري، حيدنا شحال من آلة ممنوعة من الساعة جمالفنا. كنطلبوا من الناس المسؤولين باش يرخصوا لنا نديروا الآلات زوينين ونفرجوا هاد الناس شي فراجة اللي تكون بغينا حنا فيستيفالات يكونوا غير حلقة يكون فيها فيستيفال، مهرجان غير في حلقة. كنوجه رسالة لجميع الناس اللي كيتابعونا، فقلبي راه معاكم فين ما كنتو وقت ما جيتو عندي. انا راني ود البلاد وكنموت على ولاد البلاد وعلى البوفريه تاع البلاد، عايش حتى انا وسط منهم، حتى انا واحد منهم، وكنحاولوا نديروا شي حاجه اللي حاولوا ننهضوا بهذه البلاصه هذه. راه قد ما دخلوا لنا السياحه قد ما غادي نصوروا ديال الفلوس، قد ما غادي يترقى الشعب ديالنا. Che sono un italiano.